بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من مطبخ الحياه مع الشيف يسري. يا رب كلكم تكونوا بالف صحه والف خير. النهارده هنعمل اللازانيا، كان جالنا اتصال عليها فقلت نعملها عملي علشان خاطر تقدروا تعملوها معانا بكل تفاصيلها. وهنعمل البشاميل لان احنا بنتسير على البشاميل كل شويه، وهنعصج اللحمه بصوص طماطم، دي برضو كل الحاجات هنعملها مع بعض. فاحنا هنعمل مع بعض اللازانيا، بس في حاجات كده لازم تعرفوها، اسرار بسيطه في عجينه اللازانيا الجاهزه وكمان في البشاميل لازم تعرفوا كل التفاصيل. هنقول المقادير وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. اول حاجه عندنا نص كيلو من شرائح اللازانيا، نص كيلو من شرائح اللازانيا، وعندي نص كيلو لحمه مفرومه وبصلتين ومعلقتين زعتر، وكمان عندي فصين ثوم، ملح وفلفل، كوبايه لتر الا ربع من عصير الطماطم، معلقتين صلصه طماطم، البشاميل، اربع معالق زبده واربع معالق دقيق، ولتر لبن بحط عليه جزرايه، احط عليه بصلايه، احط عليه كمان ورقتين لورا وبشره جوز الطيب وعود كرفس، وكل ده بيغليه على النار، وبعد كده بضيف له شويه ملح وفلفل ونعمل البشاميل بتاعنا، وبعد كده على الوش شويه من الجبنه المبشوره. واحده واحده مع بعض. هنا في ميه بتغلي اهي، ميه بتغلي، الميه اللي بتغلي دي هناخد عليها نقطتين زيت وناخد عليها شويه ملح، تمام كده، وبعدين هننزل، هي بتغلي هنزل عجينه اللازانيا اهي، واحده اهي ونزلتها، هي عايمه اهي، اول ما تغطس معايا انزل الثانيه. ركزوا في اللي انا بقول عليه، واحده واحده، غطست معايا اهي انزل الثانيه، وبعدين تغطس معايا انزل الثالثه، لغايه ما اخلص كل كميه العجينه الجاهزه اللي عندي، تمام. بعد ما بتطلع معايا العجينه بتاعتي او تغطس معايا كلها، بقلب العجينه، ما تسيبوهاش لانها ممكن تلزق في بعضها وترجع تعمل لي مشكله وتبقى قطعه واحده. ماشيين مع بعض اهو زي ما انتم شايفين، كل ما تغطس او معايا ها بزود واحده بواحده، وانا بزود بقلب مش عايزه تلزق معايا. تاخد قد ايه في التسويه؟ تاخد 3 4 دقائق مش اكتر من كده، بالراحه خالص لغايه ما نخلص كل الكميه. انا طبعا عامل كميه كبيره بس حبيت اوريكم التكنيك الصح بتاع تسويه عجينه اللازانيا الجاهزه. طب هو في عجينه لازانيا تانية؟ ان شاء الله نعمل لكم قريب كل العجائن بتاعه الرافيولي والباستا وكمان اللازانيا والكانيلوني وكل الحاجات دي من عجينه واحده ان شاء الله نعملها قريب. بصوا بقى اهو، وانا حطيت كل المقادير او كل الكميه اللي عندي بقعد اقلب فيها كده. ليه؟ لو سبتها هتلزق مع بعضها، انا مش عايزها تلزق معايا خالص، لو لزقت معايا هتبقى عجينه كتله واحده هرميها مش هستعملها. يبقى احنا لازم تعرفوا التفاصيل دي كويس قوي، نقلب طول ما احنا واقفين علشان ما فيش ولا قطعه تلزق في بعض. بعد ما تغلي تمام. كان يوم السبت اللي فات تقريبا جالنا سؤال عن اللازانيا فحبيت اعملها عملي، ما حبيتش طبعا اجاوب عليها الا لما تشوفوها عملي، تمام. مع بعض شايفين بقى بدات تطرى معايا، بدات تطرى معايا بالراحه خالص لان ده اهم حاجه في التفاصيل. حلو قوي، ميه بتغلي فيها شويه ملح صغيرين وفيها كمان شويه من الزيت، مفيش مشكله خالص. الميه اللي جنبي دي ميه ساقعه، ميه ساقعه، بعد ما احس ان اللازانيا بتاعتي استوت هاخدها ارفعها على الميه الساقعه واجيب صينيه عليها بلاستيك وشويه زيت او ورق زبده عشان نطلع عليها، وكمان في نفس الوقت نوريكم اهو، يعني مثلا الطبق ده عليه بلاستيك اهو، بالراحه خالص هحط عليها اللازانيا وندهن زيت ونحط ورقه ثانيه من البلاستيك وندهن زيت علشان ما تلزقش معانا. بصوا بقى، اول ما حسيت ان اللازانيا بدات تطرى معايا اهي، ما بسيبهاش تتهري، ما سيبهاش، لسه هتخش الفرن فهتاخد تسويه ثانيه. هي استوت سوا كامل دلوقتي يا شيف يوسف؟ لا خالص، هي دلوقتي استوت على الاقل نقول 60% سوا، عشان كده انا مش محتاج اكتر من كده. شايفين؟ عشان تطلع معايا لازانيا صح هرفعها كده على الميه الساقعه اهو، شايفينها؟ ميه ساقعه، نطلع كل كميه العجينه. انا حبيت احكي لكم تفاصيل العجينه الجاهزه لان طبعا العجينه الجاهزه دي
ممكن تبوظ معايا وتبوظ لي اللي انا عملته. في واحده لازقه في الثانيه ولا واحده لازقه في الثانيه؟ تمام. بعد ما خدنا كده هنيجي هنا نفردها على البلاستيك اهو. تمام. بعد ما هنفردها زي ما انتم شايفين كده على البلاستيك بالراحه خالص، وبعدين خلصنا الكميه هندهن شويه زيت على الوش ونحط طبق بلاستيك تاني وبعدين طبقه بلاستيك تاني ونكرر العمليه. ليه بقى؟ علشان ما تلزقش معانا، لانها لو لزقت تاني بعد ما نسويها بالشكل ده، لو لزقت تاني بعد ما نسويها هتبقى في مشكله عندي في عجينه اللازانيا وهرميها برضو. شايفينها اهي؟ شايفينها طلع معانا زي الفل. خلاص احنا عملنا دول، احتمال نحتاجهم واحتمال ما نحتاجهمش، هنشيلهم ونشيل الميه اللي بتغلي. وكده احنا وصلنا للمرحله الثانيه، مرحله ان احنا نعصج مع بعض اللحمه بصوص طماطم. هنيجي هنا ناخد اهو شويه من الزيت، ممكن احط قطعه زبده صغيره، اول ما تسيح معايا هنزل بالمنكهات بتاعتي اهو بالراحه خالص. الزيت بس يدوب مع الزبدة، هنزل بالبصل ونقلب، نسيبه يدوب يشم النار. دايما حاولوا تخلوا حاجتنا يعني فيها طعم البصل، فيها طعم الثوم، لان احنا لو حمصناه اكتر من لازم خلاص يبقى طعم الحاجة ضاعت معانا. انا كده بشمم النار اهو، وبعد كده هضيف عليه الثوم المطحون ونقلب. تمام كده. وبعد ما قلبناه كويس هنحط اللحمه ونعصجها عادي جدا، بس لسه هنعمل حاجه تانية هتشوفوها واحنا بنعصج. ايه هي؟ هنشوف دلوقتي حالا. تاني حطينا البصل، حطينا الثوم يدبل معانا، هننزل عليه بالزعتر، وانا كاتب في المقادير رشه جوز الطيب. حطينا في اللبن بتاعنا اللي هوريه لكم دلوقتي حالا اهو شويه، وهحط هنا شويه. اشمعنى في اللازانيا؟ بتديها طعم حلو قوي غير طبيعي. اما بقول لكم على حاجه بتبقى الافكار دي جديده وطعمها حلو مختلف خالص. تمام اهو اللبن قدامنا اهو شايفينه. في بقى كميه ممكن نجيب بس مقصوصه عشان نوريهم، في جزر وفي بصل وفي كرفس وفي رشه جوز الطيب وفي الحاجات دي، بس انا غليه من بدري وسبته يبرد خالص، يعني لازم درجه حرارته تبقى حوالي 30 40 ما تزيدش عن كده. لو هو سخن انا ممكن اشتغل بيه، لكن انتوا حاولوا ما تشتغلوش بيه وهو سخن علشان خاطر ما يعملش كتل جوه البشاميل. كميه البصل مع الزعتر مع الثوم بدات تتجانس مع بعض اهي، هننزل عليها باللحمه المفرومه وندعكهم مع بعض كده. اللحمه المفرومه طبعا في التعصيج ما بتاخدش وقت خالص، بس انا عشان هضيف عليها زي ما قلنا شويه من الطماطم وعصير الطماطم هتبقى معانا فيها جوسي شويه. كل ده في تفاصيل اللازانيا. كل ده في تفاصيل اللازانيا مع بعض واحده واحده عشان خاطر نشوف هنعمل ايه هنا. وهنرجع بقى نعمل ايه بقى عشان نعمل البشاميل مع بعض. نعمل البشاميل مع بعض، ولكن شايفين بصوا انا بدعك اللحمه خالص علشان تبقى ما فيهاش كتل، ما ضفتلهاش اي حاجه. شيف يوسف لسه ما ضفتش عليها لا ملح ولا فلفل، ودايما بذكركم ما تضيفوش ملح وانتوا بتعصجوا اللحمه عشان خاطر ما تعملش كتل معانا. جميل كده اهو. الله ينور يا ياسر اهو. تمام، ربنا يخليك يا رب. بصوا بقى حلو قوي، اللحمه معايا بدات تفك اهي وتعمل كتل شويه، يعني قصدي تفك الكتل بتاعتها خالص. هسيبها اهي تمام لغايه ما تستوي معانا، ولكن تعالوا بقى نعمل البشاميل. فهنقل دي هنا وهطفي النار هنا عشان ما تسخنش الدنيا. وهنيجي هنا انا عندي زي ما قلت اللبن بتاعي فيه بصل فيه جزر، عايز اوريكم شكله بس اهو. نجيب معلقه بصل وجزر وكرفس ورق رورة وحاجات كتير جدا اهي شايفينها، ابغليها. ليه بقى؟
لان انا عايز اخد النكهات طبيعيه، عايز اخد النكهات طبيعيه. طيب ممكن يا شيف يوسف نحط مكعب مرق؟ اه ممكن، مفيش مشكله خالص. لو احنا عايزين نحط مكعب مرق ممكن نحط مكعب مرق، هيغنينا عن النكهات دي كلها. تمام، هنيجي هنا بقى نقلب اللحمه تاني تقليبه. انت ملاحظوا ان انا ما بسيبهاش، لان لو سبتها ممكن تتحرق معانا، واحنا لسه محتاجين، مش عايزينها محروقه يعني. دايما الحاجات اللي بتبقى كلها نايف ناي بتديني طعم حلو قوي، وكمان بتحمي معدتي من ان يبقى فيها مشاكل يعني. تمام اهو، هنسيبها طبعا تكمل معانا، وتعالوا نعمل البشاميل واحده واحده، لان انا بيجي لي عليه اسئله كتير جدا على البشاميل. هناخد مضرب وناخد الزبده 4 معالق، ونحط عليهم 4 معالق من الدقيق. ما بسويش، بذكر تاني، ما بسويش الدقيق. في ناس كتير قوي تقول لك ده احنا نحمص الدقيق نخلي لونه كده بني علشان خاطر يبقى مستوي خالص. احنا يا دوب بيتجانسوا مع بعض، بنزل عليهم بخليطنا اللي هو خليط اللبن المنكه. تمام، ليه بقى؟ لان انا لو خليت لونه بني الدقيق هيبقى صوص تاني مختلف، هيبقى حاجه تانيه مختلف غير اللي متكلم عليها. يبقى احنا برضو بذكركم اهو، حطينا الزبده، هنحط عليها الدقيق 4 معالق، ونقلب كويس قوي. وبعدين بعد ما بنقلب كويس قوي اهو، يا دوب يتجانسوا مع بعض، يا دوب اهو يتجانسوا مع بعض. شايفين الخليط اهو، ما حمصتوش خالص، ما حمصتوش اهو، شايفينه ما حمصتوش خالص اهو اهو اهو. تمام، بعد ما تجانسوا مع بعض كده هنجيب مصفى وننزل عليه سريعا نص كمية اللبن، وبعدين نقلب كده بسرعة. بنقعد بقى نقلب فيها كده لغاية ما تستوي معانا. خلي بالكم زي ما بقول لكم ان البشاميل ما بيبقاش تقيل، بيبقى خفيف كده. هتشوفوا دلوقتي حالا شكله عامل ازاي، شفتوا بدأ يتقل معانا خالص اهو. في نفس الوقت عندي اللحمة بتاعتي وصلت للتسوية الكاملة، هنديها بقى الملح اهو، ونديها الفلفل، وهننزل عليها كمان بصلصة الطماطم وعصير الطماطم، ونسيب كل ده يغلي مع بعضه. أساس في اللازانيا الصوص ده، أساس في اللازانيا الصوص اللي احنا بنعمله ده. تمام، ننزل بقى العصير والصلصة ونسيبهم يغلوا مع بعض شوية كده 3-4 دقايق. حلو، وهي بتغلي مع بعضها هنروح نكمل البشاميل. شايفين، هو ده البشاميل اللي انا بتكلم عليه، ما بيبقاش تقيل خالص. عملنا البشاميل في قد ايه؟ في ثواني معدوده. هجيب دي هنا، وممكن نشيل بقى خلاص دي مش محتاجينها، ونرجع تاني. نبصوا بقى البشاميل بيغلي معايا اهو، عايز اوريكم شكله قبل ما اشيله من على النار. خد دي معاك كمان، خد يا محمد. وبعدين نيجي هنا، بصوا شايفين، هو ده البشاميل. مش اهو يا ياسر، شايفين هو ده اهو، هو ده البشاميل. مش عايز البشاميل ابدا يبقى تقيل معاكم خالص، يبقى صوص البشاميل معانا كده بالشكل ده. بعد ما عملنا البشاميل وعملنا الحاجات دي، هجيب ده برضو عشان يغلي اسرع على نار عاليه. وبعدين اول ما هيغلي معايا كده ويبقى جاهز، هنبدا مع بعض نشوف هنعمل ايه. تمام، يعني انا بسيب اللحمه بتاعتي بس تاخد شويه يعني تتسبك زي ما بنقول. هنيجي هنا بقى نجيب الطاجن بتاعنا ونقرب البشاميل. وبعدين انا حبيت اعمل لكم البشاميل، حبيت اعمل لكم تسويه عجينه اللازانيا، حبيت كمان اعمل لكم اللحمه بتاعت اللازانيا. هنحط كبشه او اتنين ونفردهم. شايفين البشاميل عامل ازاي؟ هو ده سر من اسرار البشاميل، لانه يبقى كده شويه سايل. طيب في نوع من انواع عجينه اللازانيا موجود في السوق بيبقى متعرك شويه كده او خفيف شويه، ممكن اعمله من غير ما احطه في الميه، ممكن نعمله من غير ما احطه في الميه، بس يبقى البشاميل بتاعي بنفس السيوله دي، وكمان يبقى عندي صوص الطماطم شويه زياده هنا. ناخد اول واحده نحطها كده ونقول بسم الله اهو، وبعدين البشاميل اللي جنبي اهو، وبعدين ناخد كده نرفع عشان شايفين انا حاطط الحاجه مظبوطه اهو. تمام،
زي ما انتوا شايفين اهو، ما لزقتش معايا خالص. طيب في حته فاضيه صغيره اهي، هنقوم جايبين كده قطعه من عجينه اللازانيا وقاطعينها بالراحه كده واخدينها، ما تسيبوش حته فاضيه خالص. حطينا اول جزء من المكرونه او العجينه، وبعدين نيجي كده نجيب بعد اللحمه بتاعتي ما دخلت في التسويه اهي اهي، هنقرب تاني، هنقرب كمان هنا اهو، وبعدين ناخد اللحمه نفرد عليها. موضوع سهل ازاي، بعد ما حطينا كده فردناها حلو قوي كده، ما تبخلوش يعني، حطوا كميه من اللحمه كويسه. وبعدين ناخد شويه من البشاميل، شويه يعني مش كتير اهو، تمام. وبعدين ناخد طبقه من العجينه تاني، بس العكس بقى. فاكرين العجينه اللي احنا عملناها قدامكم، ممكن لو احتاجناها نستعملها يعني اهو، ناخد واحده بس العكس زي ما بقول لكم. بس زي شوفنا العجينه عامله ازاي معايا، بتطلع معايا بمنتهى السهوله. ليه؟ لان انا عاملها صح، وفي نفس الوقت حطيت لها زي ما قلنا البلاستيك والزيت. فاكرين الحته اللي في النص اهي، هنحطها عليها. وبعدين ناخد جزء من اللحمه تاني اهو، وناخد كده شويه. بعد ما خدنا الجزء ده هناخد شويه برضو من البشاميل، خفيف خفيف خالص. عايزين تحط شويه جبنه مفيش مشكله خالص. وبعدين بعد ما بناخد اهو، زي ما قلت لكم هنحتاج العجينه، لو احتاجناها اقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. ناخد برضو العكس يعني، انا حطيت بالعرض احط بالطول، حطيت بالطول احط بالعرض، تمام كده هنا. وبعدين اهو الموضوع سهل قوي يا جماعه زي ما انتم شايفين، وبسيط اهو. وبعدين ناخد شويه من اللحمه اهو، تمام. نخلص كميه اللحمه، وبعدين ناخد شويه تاني من البشاميل. يعني الموضوع ابسط مما تتخيلوا، ابسط مما تتخيلوا، حلو قوي. وهناخد العجينه اللي احنا كنا سلقناها محتاجينها، ناخدها هنا كده بالعرض اهو، تمام كده. وناخد برضو ما نسيبش حته فاضيه خالص اهي في النص، ونحط لحمه تاني. اخر طبقه بقى، اخر طبقه هنحطها دلوقتي قدامكم. زود شويه لحمه، في شويه من الصوص موجودين عندنا في اللحمه، مش هرميهم دول، هقول لكم هنعمل بوم ايه. هنجيب مصفى وهوريكم دلوقتي هنعمل بوم ايه. ناخد شويه بشاميل صغيرين، ونيجي هنا بقى نحط اخر طبقه زي ما قلنا، بس بالعرض، واحده بالعرض وواحده بالطول، تمام. الحته الفاضيه مش هسيبها، تمام كده اهو. احلى لازانيا ممكن تاكلوها دلوقتي، ويعني مش عارف اقول لكم ايه على طعمها. وكمان وريتكم طريقه السلق بتاعه العجينه الجاهزه، ووريتكم طبعا هنعمل لكم ان شاء الله مره من المرات العجينه اللي هي اللي بنعملها في البيت، تمام. خلصنا كده، هنيجي ناخد بقى هنا كميه من البشاميل، نغطي كمية كبيرة عشان اما اجي اقطع حتة تطلع معايا جوسي ومتشبعة من البشاميل. وزي ما قلت لكم في شوية صوص طماطم باقيين عندي من تتبيلة اللحمة، هاخدهم علشان احط على الوش. شوفوا بقى الصوص ده ما برمهوش، بنزل كده على الوش بأي شكل، وبعدين احط عليها شوية الجبنة وندخل الفرن، وهوريها لكم دلوقتي حالا شكلها عامل ازاي. بعد ما حطينا شويه من الصوص ده اللي انا قلت لكم عليه، الباقي من تسويه اللحمه، ونفرد عليها كده. وبعدين ناخد بقى الجبنه بتاعتنا، ننزل ونقول لكم استمتعوا معانا بالمنظر، استمتعوا معانا بالشكل، استمتعوا معانا بالطعم.
احلى لازانيا ممكن تاكلوها، حاجه كده جميله مشهيه زي ما بنقول كده، حاجه تعليميه. اهو هنشيل كل الحاجات دي، الزيادات دي مش محتاجينها خالص. وبعدين هناخد الطاجن بتاعنا ده ندخله جوه الفرن بعد ما حطينا على وشه شويه الجبنه، يا دوب يلون معانا، يا دوب يلون معانا. وبعد كده هنطلعه ونوريكم شكله. عشان كده هستأذنكم ناخد فاصل، بعد الفاصل هنرجع نلاقي الطاجن ملون ونعمل نوع من انواع المكرونات الجديده اللي اول مره هتشوفوها بعد الفاصل، ما حدش يشوفه في اي مكان. الجديد والممتع والتعليمي دايما هتشوفوه مع الشيف يسري في برنامج مطبخ الحياه، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض اللازانيا بكل تفاصيلها، وحبيت ان احنا نعمل كل التفاصيل عشان تعملوها صح. هطلعها بقى من الفرن وبعد كده نرجع نكمل مع بعض. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اللون يا جماعه، يعني لون الجبنه كده وهي طالعه معانا، اللون الذهبي ده اهو. اه نرفع ونقول بسم الله ونروح نوديها هناك بقى، وتيجوا مع بعض نعمل احلى شويه مكرونه ولكن بطريقه مختلفه وجديده فيهم فراخ. اه اللازانيا طالعه قدامنا يعني تحفه. يلا نقطع وناكل على طول. مكرونه بالفراخ والطماطم المجففه. فراخ وطماطم مجففه. طريقه حلوه بسيطه هتعجبكم جدا. يلا نشوف المقادير ونعملها بسرعه. اول حاجه عندي نص كيلو من المكرونه، كيلو من المكرونه حسب عدد افراد الاسره، وكمان عندنا ثمره بصل، وعندنا كمان اتنين صدر دجاج حسب زي ما بقول، ممكن يبقوا تلاتة اكتر زي ما انتوا عايزين. عندي معلقة زعتر، كوباية كريمة، وكوباية من الطماطم المجففة، وكوباية مرق، معلقة بابريكا، ورشة بهارات، معلقتين من الريحان، وثلاث قطع من الخرشوف. تمام، يلا بينا علشان نشتغل على طول. هنجيب حتة زبدة وزيت زي ما بنعمل كل مرة، ونشغل بس تسخن علشان ناخد الاتنين مع بعض. ونيجي هنا هنعمل هنا حاجة وهنعمل هنا حاجة، بس عشان وقتنا هناخد كده كوباية المرق شفتوا بقى، سمعتوا الطشة دي؟ تبعدوا بقى وشكوا لو كانت زي ما انتوا يعني مثلا، تبعدوا وشكوا لو انتوا حطيتوا كمية من الحاجة كده او المية او الكريمة او الحاجة وكانت الحله بتاعتنا موجوده على النار بقالها فتره. تمام، حطيت هنا زي ما انتم شايفين المرق فقط، انا عايزه يتكاثف شويه. يعني ايه؟ يعني زي ما بقول كده بمهنتنا ياثر. اول ما تغلي هنزل عليه بالكريمه، هنزل عليه بالكريمه فقط. فقط. يلا بينا اهو، اول ما يغلي ما تحطوش شويه بارده، هننزل عليه كده بالكريمه ونقلب ونسيب دول يغلوا غلوه مع بعض، نسيب دول يغلوا غلوة مع بعض. تمام كده، ونروح بعد كده عشان نعمل مع بعض بقية المكونات بتاعتنا بمنتهى السهولة وبسرعة. شوية زيت، معلقة صغيرة، وعليهم حتة زبدة، وبعدين شايفين بقى هنقل أنا الأماكن علشان مش محتاج إن هي تغلي براحتها، وعايز أنا حاجة سخنة شوية. وهنيجي ناخد الفراخ أهي، مش محتاج برضو ان انا تاخد لون خالص، انا محتاج ان هي يدوب تقفل المسام زي ما بنقول. وهناخد الفراخ بتاعتنا وننزل عليها على الزيت والزبدة ونقلب. بعد كده اول ما تلون، مش تلون معايا يعني، اول ما تقفل معايا المسام عشان تحتفظ بالعصارة بتاعتها جواها، هنعمل ايه؟ هحط عليها بقية المكونات واحدة واحدة. يبقى احنا لازم مع بعض كده بمنتهى البساطة، واحدة واحدة. شايفين؟ هنا الكريمة بدأت تغلي معايا، الكريمة بدأت تغلي معايا اهي مع المرق. عارفين أنا عامل ده ليه؟ علشان بس أختصر الوقت شوية معاكم. بدأت اهي بتغلي معايا اهي. تمام؟ هسيبها برضو لغاية تغلي كمان شوية، يعني تتكاثف شوية، يعني تتقل شوية. حلو قوي. وهنرجع تاني للفراخ بتاعتنا. نقلبها، أول ما تتقلب معايا الفراخ هنزل عليها بالبصل
عشان تاخد نكهاته، وهنزل عليها بكل المكونات بتاعتنا اللي هي الثوم بالراحة خالص. دول يتشربوا معاها شوية، يعني ايه؟ يعني ياخدوا ويدوا معاها كده، يخلوا طعم الفراخ مختلفة في البداية. تمام. وبعدين قلبنا كده خلاص، الكريمة بتاعتي بتغلي، هسيبها تغلي كمان شوية عشان عايزها تتقل شوية. احنا حطينا كوباية المرق وكوباية الكريمة مع بعض، بس ما حطيناش الكريمة غير بعد المرق ما غلي. الريحة بقى طالعة روعة الروعة. هنحط الزعتر، ونحط رشة بهارات يعني حاجة صغيرة كده، ونحط معلقة البابريكا، وبعدين هننزل معانا بالخرشوف ونقلب. طبعا الفراخ متقطعة شرايح صغيرة فهتستوي بسرعة. جميل. لغاية كده احنا ماشيين زي ما بنقول صح، او بنعمل الحاجة صح. انا عايز بقى كمان طعم الطماطم المجففة يخش مع الفراخ كده. حلو قوي، جميل قوي. احنا كده وصلنا ل يعني 90% من الاكلة بتاعتنا. عندي المكرونة وعندي الريحان. لما نقول ريحان ما نقطعش الريحان غير قبلها على طول. ليه بقى؟ لان من الحاجات اللي بتتأكسد بسرعة، وانا مش عايز لونه يتغير. فخدت اوراق الريحان اهي، هناخدها نفرمها مع بعض في ساعتها. زي ما قلت لكم مش عايزه يسود معانا اهو. اهو تمام. بنقطعها في ساعتها ليه بقى؟ عشان يفضل لونها الاخضر اللي نحتفظ بيه، اللي انا عايزه يديني التست كمان اللي هو ده. شايف؟ الله ينور يا ياسر اهو. تمام. خلاص احنا قطعنا الريحان اهو. وبعدين بعد ما قطعنا الريحان هنعمل ايه؟ الفراخ بتاعتي دخلت في التسويه خالص. هنقوم جايبين الكريمه بتاعتنا اللي معاها المرق، ونازلين على الفراخ تغلي غلوة واحدة، تغلي غلوة واحدة. طب في حاجة يا شيف يسري اهو، شايفين؟ شفتوا اللون اتغير ازاي من الطماطم وكمان من البابريكا اللي احنا حطيناها؟ اللون بقى لونه روزي، يعني لون كده لون سيمون او حاجة كده انتوا بتسموها بقى، يعني ماليش في الالوان. في هنا بقى شوية من ناتج التسوية هحطهم، محتاجهم، مش عايز ارميهم، هيديني لون وهيديني التست في الاكلة بتاعتنا. ونقلب لغاية ما يغلي معانا، وهنضيفهم دلوقتي. شايفين اللون اللي طالع معانا ده؟ ده نتيجة التسوية. ما ترموهوش خسارة، لان ده في كل الاماكن اللي احنا بنشتغل بيها او في كل المطاعم دايما بيستعملوا الحاجات دي، بتبقى واخدين نكهات الفراخ، نكهات البصل، كلها داخلة معانا في الاكلة بتاعتنا. ناقص اخر حاجه بقى بعد ما غلي معانا اهو الغلوه بتاعتنا، ومش عايز اسوي الفراخ اكتر من اللازم علشان الفراخ ما تنشفش معانا، ما تنشفش معانا. هنيجي كده بس نمسح حوالين الحاجه بتاعتنا. في حاجات طبعا نقط بتنزل مننا غصب عننا، فلازم دايما زي ما بقول لكم كده، المكان لما يبقى نظيف يفتح النفس على الشغل. بصوا بقى اللون بتاعنا اهو، اهو بعد ما غلي معانا ناتج التسويه ده اهو، هاخده اضيفه عليه. ولو انتوا شامين الريحه هتعرفوا انا بقول ايه اهو. وبعدين ناخد معانا المكرونه نحطها اخر حاجه اهي. نحط بقى المكرونه حسب الصوص، ما نخليهاش تشرب الصوص كامل. يعني انا قايل نص كيلو، ممكن ازود شويه، ممكن اقلل شويه. بصوا بقى تمام اهو، تمام تمام. خدنا المكرونة بنقلب، ولازم تغلي معانا غلوتين. ليه بقى؟ علشان المكرونة دي تتشرب من الخليط بتاع الفراخ، ومن الخليط كمان بتاع الخرشوف، ومن طعم الجبنة، قصدي الطماطم المجففة. ولو بصيتوا بقى الصوص اهو، هنسيبها تغلي غلوتين. وبعد ما تغلي معانا غلوتين وتتشرب من الحاجات دي كلها، هنضيف عليها الريحان، ويبقى عندي الأكلة بتاعتنا جاهزة. ولازم تجربوها، يعني هي بسيطة سلسة، ما فيهاش أي يعني ما فيهاش أي صعوبة. وطبعا طعمها لذيذ جدا، لأن طبعا أنتوا اللي هتحكموا مش أنا. وهتبعتوا لي دايما على صفحتنا، صفحة الحياة تي في، اللي دايما باخد من عليها كل الحاجات اللي أنتوا بتحتاجوها، ونعملها زي النهاردة ما عملنا لازانيا بناء على اتصالكم. وإن شاء الله يطلع معانا كل الحاجات دي طعمها حلو قوي. شايفين الصوص بدأ يتشرب مع المكرونة؟
اهو كل شويه بيتقل ويشربنا، وادي الصفحه بتاعتنا قدامنا. انا طبعا كنت قايل نص كيلو مكرونه، ممكن ازود شويه ممكن اقلل شويه، وادي اللازانيا بتاعتنا لسه ما شلتهاش، بصوا لونها عامل ازاي اهو، تمام كده، حاجه بسيطه وطعمها. ادي اللازانيا حاجه مشهيه اهي، ممكن تقطعوا بقى منها اجزاء زي ما انتوا عايزين بالشكل اللي انتوا بتاكلوها بطريقتكم، وطبعا تنفع في العزومات يعني اهو. كل ده طبعا بنشوفه في مطبخ الحياه مع الشيف يسري دايما، وانتم مستمتعين معانا زي ما انا بستمتع معاكم. عشان كده هستاذنكم هاخد فاصل، بعد الفاصل هنقدم طبقين بتوعنا بتوع المكرونه، وانتم عارفين ان الاسبوع ده كله عملنا فيه مكرونات كتير، فعشان خاطر عشاق المكرونه، في ناس كتير قوي بتعشق المكرونه. دي نوع من المكرونه حلو قوي وجديد وتعليم، يعني لسه اول مره بتشوفوه، وكمان اللازانيا عملناها لكم بكل تفاصيلها. هاخد الفاصل وارجع لكم، محدش يروح في اي مكان، الجديد الممتع التعليمي دايما هتشوفوه في مطبخ الحياه مع الشيف يسري، ولكن بعد فاصل.